مشاهدينا الكرام، حياكم الله من جديد. كما أشرنا في بداية الحلقة، نستضيف الأستاذ طارق بن أحمد ريري، وكيل وزير الإعلام لشؤون التلفزيون السعودي سابقا، واجهناه بسؤال وينك وأسئلة أخرى أيضا. نتابع. الأستاذ طارق أحمد ريري، الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون في وزارة الإعلام السعودية سابقا، حياك الله معنا في برنامج وينك. يا هلا وسهلا، حياك الله أستاذ محمد. الله يحييك. وأنا أولا طبعا أشكركم على هذا اللقاء، والحقيقة لفت نظري كلمة وينك. هذا هو السؤال، وينك؟ الحقيقة وينك طبعا زي ما ذكرت، يعني الحقيقة أنا أشكركم، لأنك الحقيقة شفت مجموعة من ضيوفكم الأكارم والقدرات الحقيقة العالية الممتازة. والحقيقة السؤال يتوجه بسؤال، هو مين يقول لي مين وينك؟ يعني هو في الحالة دي انه مثلا في كثير من الرجال، حتى مثلا بعض الاخوات اللي يعني قدمتوهم في برنامجكم، الحقيقة من القدرات اللي هي الممتازة والعالية، واللي كلف يعني في يوم من الايام دور في بناء هذا الوطن. وكنت الحقيقة اتمنى انه ما يجي مثلا فيها في فترة وكأنهم بمجرد الابتعاد بحكم يعني مثلا للسن، وكأن هؤلاء الأشخاص انتهوا. بطبيعة الحياة إنه التجديد، وكل جيل يسلم جيل، وهذا شيء مسلم به، لكن الشيء الحقيقي اللي أنا يعني بقوله إنه ياريت إنه كان مثلا من القدرات هذه المميزة إنه كلها دور آخر، مش الاستفادة منهم يعني. بالضبط، يعني مثلا انت لما تيجي في كثير من المجالات المميزه، خلينا نتكلم فيها مثلا زي اللي بنتحدث فيه كبرنامج اعلامي، يعني احيانا مثلا تلاقي مذيعين بمستوى عالي جدا، او مثلا مصورين، او يعني جرافيك، او منفذين. يعني هذه القدرات حتى لو مش لازم انه مثلا هي كانت تعمل، ولكن يمكن الاستفاده منه في مجال التدريب. انت بعد ما تقاعدت من التلفزيون ايش وين رحت؟ الناس تبي تعرف، او خلينا نقول طارق ريري وين صار اليوم؟ شوف، انا حقيقه بعد ما تقاعدت يعني رحت في مجالات مختلفه. يعني خرجت في القطاع الخاص، وعشان كده يعني اتمنى انه ما يفهم ما ذكرته انه يعني انه شخص بيسال انه احد يسال، لكن انا كنت بتحدث فيها باحساس كثير من الاخرين القدرات اللي ممكن تكون لهم الفرصه في العطاء. عموما انا بالنسبه لي طبعا صدفه غريبه، انا الفتره اللي يعني اول ما تقاعدت فيها، وأتذكر إنه لما رجعت لمكتبي لقيت 3 عروض موجودة أمامي على أساس بالنسبة لعمل في يعني في خارج التلفزيون، وكلها طبعا لعمل قنوات تلفزيونية وإنشاء قنوات تلفزيونية. الحقيقة كانوا الثلاثة الشيء الوحيد اللي حسيت، لأنه في بعضها حسيت ما هو أنا ما استطيع أن أشتغل فيه، ولكن كانت الثلاثة هي مثلا القناة الاقتصادية، وعشان كده طلعت انشأنا في القناة الاقتصادية، واللي كانوا طبعا فيها أسسوها مجموعة من رجال الأعمال، وكان مقرها الأساسي في دبي، وكان لها فرع في الرياض، وكان برضو على أساس أنه لها بني استوديو في القاهرة، على أساس أنه هو كان يعني كرافد أساسي بالنسبة للعمل، عشان يكون عملية الانتقال يعني بين المواقع الثلاثة، لكن الموقع الرئيسي كان فيها موجود في دبي. جميل، راح نجي على كل هذه التجارب. نعم. أبو أحمد، لكن أرجع معك شوي لبداياتك. إيه؟ يعني ربما في حالة طارق ريري هو قد يكون المسؤول الوحيد اللي وصل إلى مرتبة وكيل وزير مساعد لشؤون التلفزيون في وزارة الإعلام السعودية، وأنت بدايتك كانت من الكاميرا يعني. نعم. كنت يعني حالة يعني ربما تكون حالة نادرة أو الوحيدة. إيه. هو الحقيقة شو أقول لك حاجة، أنا دخلت التلفزيون بالصدفة أصلا. أنا كانت أمنياتي كلها في الفترة ديك يعني مع بداية حياتي أنه أنا أكون ضابط شرطة. وهذا طبعا جاء من إيش؟ لأنه أنا كان والدي رحمة الله عليه كان يعمل يعني في الشرطة، ما كان الحقيقة عسكري، ولكنه كان مدني في إدارة المحاسبة،
كان هو مدير قسم المحاسبة. وطبيعة الحال كنت أنا يعني أتردد عليه، وكانت في الفترة ديك الشرطة قريبة من المدرسة، مدرسة الفلاح في جدة، باعتبار أنه لما أخلص يعني الدراسة أمر عليه على أساس أنه بعد ما ينتهي الدوام نروح على البيت. فتأثرت كثير بهذا الجو، وكنت معجب جدا الحقيقة بال يعني بالمجال العسكري وعشان كده طبعا أنا دخلت المجال العسكري فترة. بالرغم الحقيقة أنا يعني نفعني جدا دخولي في المجال هذا لفترة، إلى كانت الفترة الأولى الفترة التحضيرية، كانت هي آخر سنة للعسكرية في مكة، وكانت الفترة ديك على أساس لمدة سنتين وعلى أساس يتخرج فيها في يعني كضابط. وبعدين كانت أنا عندي بعض الظروف الصحية في قدمي أيامها، هذا الحال من عملية أنه أنا أستكمل في الشرطة، وخرجت بدون أدور على وظيفة على مهنة على يعني حسيت وكأن الدنيا أو الأبواب قفلت في يعني أمامي. وبعدين حصل أنه يعني صدر وقتها يعني مرسوم بإنشاء تلفزيون في عهد الملك فيصل رحمة الله عليه. وبعدين أيضا برضو أنا ما رحت قدمت، يعني حتى كان في واحد صديق بيعمل هناك في إدارة الأخبار في الإذاعة، وقال إنه يا شيخ في قدم التلفزيون وتعال قدم في التلفزيون. وما كنت أتخيل إنه أخذ التلفزيون كمهنة، كنت من الناس زي الشباب في الوقت ذاك إنه يعني أحب مشاهدة الأفلام وإنه أنا أتابعها وأتابعها بشغف، بس لما أتخيل إنه ممكن دي تكون مهنة إنه أنا يعني أعمل. وكيف اخترت إنك تكون مصور في البداية؟ ليش مصور؟ فعلا ليش؟ أنا أقول لك أولا مع أنه يعني ما كان في مصورين ذيك الأيام أبدا، لأنه أولا كانت حجم الكاميرات الحقيقة طبعا يعني قبل ما نبتدي الشباب عندك والكاميرات أصبحت يعني كأنها لعبة في الفترة ديك، أحجامها يعني غير عادية ويبغى لها عافية ويبغى لها مثلا بحيث انك انت يعني عشان يعني تحرك هنا طبعا بعجلاتها تعمل الدول، لانه فيبغى له احد يعني فانا اخترت لانه كانت الجهه والشركه اللي يعني كانت اقامت التلفزيون، فاختيروا الشباب او اختيرت الناس اللي انا من ضمنهم احيانا بمواصفات معينه، اولا جسمانيه واحيانا حسيه في حسب المجال اللي هو اللي ممكن انه يشتغل فيه يعني. فعشان كده نحن يعني اخترت في التصوير. وبعدين الحقيقه يعني مش حبيت وعشقت هذا العمل، يعني أصبح هو جزء من حياته، ما كنت أنا أتخيل إنه وجدت نفسك في التصوير، وجدت فيه الحقيقة بشكل غير طبيعي يعني بالنسبة للتصوير التلفزيوني. جميل أبو أحمد، أنت كنت من ضمن الشباب اللي يعني كانوا حاضرين في أول نقل تلفزيوني من مشاعر الحج، منى وعرفة وكذا، حدثني عن هذه الفترة وكيف كانت يعني. الحقيقة يعني هي الموضوع كان يعني كانت له حكاية وكانت له فرصة بالنسبة لنا الحقيقة ما ننساها، والكثير من الزملاء اللي كانوا موجودين في الفترة دي. انت تعرف في الزمن ذاك لسه ما كان في الأقمار الصناعية، باعتبار انك انت تاخذ وتبث على الأقمار مباشرة وبعدين بتقدر توزع فيها على كل جهة. وعشان كده كانت المحطات التلفزيونية في المملكة يعني منفصلة، يعني كل واحدة منهم لها بثها المختلف، ما هم كلهم، وكانت الأشرطة تسجل من محطة لمحطة وتروح وتنقل، يعني يتبادلوها المحطات هذه كلها. موضوع حكاية النقل إنه إحنا كنا في الفترة هذيك يعني أخذنا كان سيارة النقل اللي هي موجودة عندنا أخذناها لعرفة، لأنه كان عن طريق النقل عن طريق المايكروويف. المايكروويف طبعا باعتبار انه تكون بتنقل اشاره من جهه عن طريق اطباق معينه، ولازم يكون في حاجه يسموها لاين اوف سايت، باعتبار انه الجهه الاخرى هي يكون الاشاره واصله، يعني ما يكون في اي عوائق، ما تكون في اي ما وهكذا. فاللي حصل انه في التجربه كنا بنجرب في الـ 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 يعني الـ الـ الموقع عمليه البث في من المكان اللي هناك. وبعدين طبعا كانت الصورة بمواقعها من عرفة إلى مكة على وبعدين طبعا من مكة إلى جدة. وصادف شهر كان في الفترة ديك وزير الإعلام الشيخ جميل الحجالان، فالحقيقة طبعا لما شافها مع يعني وقتها مدير التلفزيون كان الأستاذ محمد مشيخ، وقال هذا من فين وعلى أساس أنه من فكانت الحقيقة
مفاجأة وحدث في كان في نقلها في الفترة هذيك إنه الصورة كانت واصلة، فقالوا إيه ننقل الحج. فطبعا صارت عملية نقل الحج، وكنا يعني لو تجي مقارنة بأي شكل زي ما تقول مثلا 5%، يعني تجي العدد والكثافة والناس يعني وحجم، كنا يمكن كلنا ما نزيد عن 7 أشخاص كلهم يعني اللي الموجودين. يعني وقتها كان في يعني الزملاء اللي كانوا في، كان في محمد طرابلسي، الحسين صبان، يعني اشتياق معروف، يعني الحقيقة ومجموعة من الزملاء في الوقت ذاك. وبعدين مش كده، كانت طبعا يعني نقلنا يعني لما سار الحدث وطلعنا ونقلنا طبعا لما جات فتره الحج، فكنا اول يعني نقلنا الحج، كنت انا اول مخرج له، يعني ده لا شك انه كان من 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 حسن حظي. اي وبعد كده بعد ما خلصنا لمينا الاجهزه والمعدات وحطيناها في السياره مع الشباب الموجودين، ورحت برضو ايضا انا كنت اسوق السياره، ورحنا فيها على يعني القصر في مكه لانه كان بنحضر فيها للاستقبال الوفود. وطبعا هذا كتاب بعد، انت بعد ما تخلص كنا قاعد اخر ليل، وانت كنا مواصلين اساسا لانه يوم عرفه كان يوم اساسا مشهود، ورحنا نحضر عشان تاني يوم عشان زي ما قلنا لموضوع الاستقبال الوفود. يعني ايه رحتوا لقصر الملك، يعني قصر الملك الملك فيصل الله رحمه الله عليه. وبطبيعه الحال رحنا وندرنا الاجهزه وبدانا نفرشها. طبعا انا بتكلم على فتره على الوقت ذاك تقريبا يعني بعد نص الليل، مثلا من الساعه 1 للساعه 2 صباحا تقريبا او يمكن اكثر بشويه. المفاجأة الجميلة اللي كانت بالنسبة لنا، ونحن كنا تعرف منشغلين، اللي شايل كاميرا واللي شايل سلك واللي شايل مش عارف ايه، وبنحاول نسبق الوقت قبل ما يطلع النهار عشان نكون يعني حاضرين جاهزين المهم بعدين يعني لاحظت في زميل لنا برضو معانا من نقل اسمه محمد سنبل، فقال طبعا تعرف الطريق يا عيال ترى الملك معكم. انا الحقيقه في الاولات يعني ما تعرف انت مع التعب انت مستوعب يعني. فبدانا نركز وشفنا رحمه الله عليه كان بتوبه وشعره الابيض بيننا، كان يعني كان بيشاهد تركيب الاجهزه والمعدات اللي في داخل الملك فيصل. الملك فيصل رحمه الله عليه. فطبعا كان بالنسبه لنا جميعا حدث وكنا يعني انا واحد من الناس ما كنت مصدق نفسي، ما كنت مصدق يعني الوضع والحدث اللي موجود. فطبعا يعني في اول مره كنا طبعا نطالع له يعني من بعيد وما احنا مصدقين انفسنا، يعني كان كل واحد فينا يعني كل حاجه اللي تعرف لما تكون مثلا تعمل فريز على حاجه معينه، كل واحد تقريبا ثبت في مكانه في الشيء اللي هو اللي كان بيقوم به يعني. وبعدين طبعا رحت له سلمت عليه وبدات اشرح له على الاجهزه والمعدات اللي كنا نحن بنركبها، وهذه ايش وهذه دورها ايش وهذا الشيء اللي نسويه. وكان رحمه الله عليه كان الحقيقه يصغي بي يعني بيش اقول لك بي تعرف بحنيه، تعرف انه يكون عندك احد من اولادك، ولا باعتبار انه كان في حدث. وطبعا زي ما انت عارف التلفزيون في يعني في الفتره رحمه الله عليه، فجلس يعني وقف معانا وتفرج. وبعد كده كان لانه كان في بتعرف في القاعه اللي موجوده كان في باب عاده بيكون في ركن القاعه من محل ما يكون جلوس يعني الملك رحمه الله عليه والضيوف يعني وكبار الشخصيات اللي جنبه والامراء والوزراء. وبعدين طبعا على طول وخرج وراح في جلسنا نحن يعني احنا في حلم ولا في علم، بالرغم زي ما قلت لك من البساطة الشديدة ولا يعني يعني شوف إلى الآن وإحنا في السن هذا لازلنا كلنا مثلا كمجموعة يعني نتذكر ونتداولها في كثير من الأحوال على الموقف هذا اللي صار. اللي أجمل من كده إيش اللي حصل؟ ونحن طبعا في لما سارت المناسبة وبعد كده كان طبعا في دعوة للغداء،
فوجئنا انه الشيخ جميل الحجالان جانا على السياره حقت النقل وقال انتم مدعوين على اساس انه تتغدوا. طبعا نحن طبعا تعرف لما كنا كم متصورين اللي بنطلون قميص واللي في حالته والله يعلم به يعني كنا الحقيقه في وضع ما احنا مهيئين عشان يعني في مكان زي كده. فرحنا ورحمه الله عليه وتحسينا يعني كانك انت جالس مع والدك جالس مع حد تعرف اللي يكون مثلا تحس وكانه فخور بعياله. يعني حطينا احساس من النظرات من الشيء اللي احنا شفناه في الموقف ده. فهذه الحقيقه كانت هذه من المواقف التي يعني لا تنسى لك. يعني انا هو الحقيقه الموقف هذا يعني هم الموقفين يعني مع يعني فتره الملك فيصل دي الحقيقه من اشد من اكثر المواقف اللي اثرت فيها بشكل. طيب استاذ طارق غريري انت عملت ايضا في جامعه الملك عبد العزيز كاستاذ. نعم. درست التصوير والاخراج التلفزيوني. نعم. لو حدثتني عن هذه التجربة أيضا ماذا تقول يعني؟ أنا الشيء اللي أقول لك فيه طبعا هي زي ما أحيانا الصدف بتلعب مع الإنسان في يعني بطرق مختلفة. كنت في الفترة هذه كنت كمدير تلفزيون جدة. اللي حصل إنه كان وقتها مدير الجامعة جاء في برنامج عندنا في التلفزيون وكان في الفترة ديك حتى كانوا الإقبال لدراسة الإعلام قليل جدا في الفترة ديك يعني ما كنت تلاقي طلبة كثير اللي هم يجوا عشان يدخلوا في مجال الإعلام باعتبار يعني في وجهة نظر كثير انه ما ياكل عيش. فكنت الحقيقة يعني بتحدث معاه بقول له الحقيقة عندنا احنا مشكلة الطلبة اللي بيتخرجوا من عندكم ويجوا عندنا في التلفزيون يعني الحقيقة ما بيستطيعوا انهم يأدوا الدور. يا ريت انه يكون التدريس فيها بيكون يعني على الأقل في المجال العملي. قال لي طيب المفروض انه مثلا زيكم انتم انكم انتم تشاركوا مثلا معنا ونحن. قلت والله احنا ما عندنا مانع اقول وسارت الشغلانه زي ما قلت لك في موضوع في الصدفه. وجلسنا طبعا اتفهمنا ايش الشيء اللي تدرسه. قلت لهم انا باعتبار المجالين اللي انا يعني اعتبر نفسي فيها بشكل جيد اللي هو مثلا الاخراج والتصوير. فكان اخذت في كلاس كنت ادرس له التصوير والاخراج التلفزيوني. اشتهر اسم طارق غريري بالخراج الرياضي. اي متى بدا النقل الرياضي؟ انت كنت موجود اول ما بدا صح؟ اي انا الحقيقه انا يعني برضو اعوذ بالله من كلمه انا نحن شوف انه انا اقول لك كيف بدا اساسا الاخراج النقل الرياضي. لانه في البدايات كان في الخارج قبل ما يبتدي موضوع حكايه انك تصور بالفيديو في الملاعب. كان ايضا كان بالسينما ده اللي بقول لك عليها انه كنا مثلا الاخبار فكانت طبعا كاميرات التلفزيون اقصد كاميرات اللي بتستخدم في التلفزيون كاميرات سينمائيه بتستخدم في التلفزيون وتيجي هذه الكاميرات باحجام مختلفه تماما يعني. طبعا في منها هي البوليكس اللي كان بتاخذ مثلا 100 قدم او في منها مثلا البول الارفليكس بتاخذ مثلا يعني عدد اكبر بالنسبه للساعات. وكانت في كاميرا كبيره جدا اسمها اوريكون. الاوريكون هذه تشيل لك يعني مثلا كل ساعه اقصد كل بكره حوالي تشيل مثلا من 35 الى 40 دقيقه يعني بمده البرنامج حقك ده. فا ايش اللي بيحصل؟ نحن بنصورها سينما في الملعب وبعدين طبعا كان وقتها ملعب الصبان في جده قريب من محطه التلفزيون. بعد ما نخلص هم يسموها البوبينه دي يبقى طبعا باللغه الفرنسيه ولا هي البكره دي بنجرد ما تخلص تاخذ الكاميرا دي وترسل الى تلفزيون جده للتحميض وتحط انت الثانيه يصير يعني قبل ما تخلص كل مثلا 40 وبعدين تكمل وهكذا الين تخلص المباراه وتشتغل فيها مثلا تتحمض وتسوي تعمل مونتاج وبعد كده تعرض في المساء. هذا هو بدايه النقل التلفزيوني اللي كنا من يعني اللي موجودين فيه. تجربتك الاولى فيه كيف كانت؟ كيف واجهتها يعني؟ انا اقول لك حاجه هي شوف انا اقول لك شيء يعني الواحد عشان يكون امين في الشغلانه دي ما في مخرج جيد الا لما يكون عنده مصورين جيدين. وهذول الحقيقه دائما من الناس اللي بتهضم حقوقهم. يعني مثلا يعني تلاقي بس احيانا في البرامج دائما التركيز مثلا على
المعلق، على المحلل، على اللاعب أحيانا، اللاعب مثلا، لكن هناك في جهود يعني جنود صحيح. مجهولين صحيح. وهم دول حقيقة من القدرات اللي هو بيطلع لك العمل على طبعا دحين يظن انه يعني انا بنحاز لل يعني، بس هي دي الحقيقة. فلما نيجي يعني وبعدين في حاجة تانية، موضوع الإخراج حس. طبعا الزمن اللي احنا فيه حاليا الآن أصبحت يعني كثير مثلا من الشركات أو الجهات اللي بتيجي مثلا تتبنى النقل التلفزيوني، وأنا أعتقد أن الموضوع ده يعني في منهم كثير ما بيشاركوا فيه مثلا من الشباب السعوديين المصورين، وأنا أعتقد هذا يعني أنا يعني حاجة ما هي جيدة في حق هذول الشباب، لأنك إذا كانوا مخرجين أو إذا كانوا حتى مصورين، لأنه أنا لما أجي أنا أعطيها لأي يعني مثلا يعني خلينا نتكلم مثلا على المخرج. احنا في المملكة هنا لنا في شغلنا وعملنا نكهة خاصة ترى. يعني مثلا انت مثلا لما تيجي ايش هو لما تيجي انت بتنقل مباراة، هي مو مثلا فقط مثلا زي ما نقول طقها والحقها، لا نحن بنتكلم فيها على اساس انه عندك طبعا فريقين، واحيانا بيكون في مستويات باوضاع معينه، جماهير وعندك جماهير وعندك حكام وعندك يعني كل مثلا احداث كثير، جو كامل. انت مسؤوليتك انت بتعطي المشاهد اللي جالس في البيت افضل مقعد فيه. وانا ليش اني بقول لما يكون المخرج السعودي احساسه بمواطنته في يعني تعرف هو يعني يعرف التفاصيل، يديك كل التفاصيل وعارف متى يعني متى ينقل. طيب لو جيت معك استاذ طارق لتجربتك في القطاع الخاص، انت رأست او قبل ان ترأس بعض القنوات الخاصة عملت على انشاء بعض القنوات. شوف الحقيقة يعني انا يعني بدأت، كانت اول تجربة لي رحت فيها في مع بداية الام بي سي في لندن، وكنت انا يعني كنت انا واحد من الناس اللي شاركوا يعني الحقيقه، لانه كان هناك جهد كبير جدا وعمل غير مميز. واول قناه عربيه يعني كانت في الفتره دي تبث من لندن، وكانت لا شك انها يعني تجربه كبيره بالنسبه لي انا. طبعا لانك انت هناك بتبتدي تتعامل مع يعني ناس وقطاعات يعتبروا دولي يعني من جهات مختلفة، والمعلومات كان معظمهم كنا نختارهم من بلدان مختلفة. يعني مثلا كان من تونس ولا كان من سوريا ولا كذا، كان من لبنان ولا يعني احيانا انا اخذت لي جولات ومن المغرب ومن يعني كانت في مجموعة من القدرات اللي هي طبعا جات في الـ يعني القناة. و يعني لا شك انها كانت بالنسبة لي انا استفدت منها. أبو أحمد أيضا لك عدت بعدين مرة ثانية لوزارة الإعلام وعملت كمستشار لوزير الإعلام، نعم، وأشرفت على قناة الاقتصادية، نعم. هذه التجربة هذا يعني شوف أنا أقول لك شيء، يعني أنا الحقيقة لما رجعت والحقيقة تشرفت فيها أكون مع طبعا معالي الدكتور عبد العزيز خوجة، على أساس أنه يعني كنت في مكتبه كمستشار، ولكن لما طبعا بدأ يعني بفكرة إنشاء القنوات المتخصصة الثانية الأخرى، فهو الحقيقة يعني أنا شرفني بأنه أنا على أساس أنه قال لي أنت يعني باعتبار لك التجربة في القنوات الاقتصادية، باعتبار أنه قبلها كنا إنشاءنا القناة الاقتصادية، وزي ما قلت لك هي كانت المشكلة الخاصة دي. هل هذه القناة فشلت ولا لا؟ هو الحقيقة ما فشلت القناة، بس هي كان القناة مثلا كان محتاج لها استمرارية معينة، وكان يحتاج لها انها يعني انها تبقى يعني زي ما قلت لك يعني احترامي لهم كلهم الاخوه رجال الاعمال اللي هم كانوا مساهمين فيها، يعني باعتبار زي ما قلت لك هم يعني كتجار، هي دي تختلف عن اي موضوع تجاري اخر، لانه هذا يبغى له مرحله طويله جدا عشان تستطيع انك انت تلاقي يعني المردود. فعشان كده طبعا زي ما قلت لك يعني تقلص جهدها وامورها يعني فشل هذه القناة اذا قلنا انه ما كان سببه الكوادر اللي فيها او شيء، كان عدم دعمهم يعني عدم طبعا اكيد مش ما 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 تحمل ادارتك او طبعًا ادارة الاخرين. لا لا ما هي مسألة ادارة بقدر، لانه شوف العمل الاعلامي اذا ما يكون في دعم
يعني كان الإعطاء أساسا خاصة العمل الخاص. ولهذا لكن القناة دعمت يعني. يعني موجود ما هي دعم. أنت مثلا ما أجي أقول لك والله ترى خذ هذا المبلغ مثلا أو حتى مثلا بعد كده أديك فيها مثلا بالنسبة للأشياء والرواتب. أنت القناة هي إيه؟ القناة هي عبارة عن برامج وعن مواد يعني ذات درجة كبيرة جدا من يعني من الجذب اللي بالنسبة للمشاهدين. يعني انت مثلا يعني احيانا مثلا يعني ساعات مثلا يقول لك القناه الاقتصاديه ايش فيها؟ يعني ايش انت محتاج دعم لقناه بهذا الشكل؟ لا بالعكس هذه بالذات لانك انت بتجيب لما تجيب خبراء بمستوى معين وتعطيهم مثلا الشيء اللي هم يحتاجوه بالشكل المعين فما في شك انه هذا الـ 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 يعني الـ يعني الـ الموضوع هو زي ما قلت واكرر موضوع حكايه الاستمراريه كان يبغى لها على مستوى وتجربتك عارف. بعدين في وزاره الاعلام طبعا تحت الحال باعتبار لا شك انه هذه اللي كانت تجري وبعد كده بعد القناه هذه يعني على اساس انه يعني هي جلست فتره حتى مجمده في شيء معين او ببث بطريقه يعني معينه كانت فلما مجموعه كبيره من الشباب اللي كانوا هناك كانوا جو معي ايضا في القناه الاقتصاديه اللي هي السعوديه وده الحقيقه اللي خلاها نهضت بشكل سريع جدا لانه دول الشباب اللي هم جو اساسا عندهم خبره وعندهم امكانيات قدهم يعني بداوا في هذا المجال من السابق وعملوا في القطاع الخاص فلهم منتاليتي عقليه مختلفه ولهم طريقه يعني مختلفه تختلف عن الروتين المعتاد في العمل بهذا الشكل. طيب ابو احمد لو سالتك عن قصه شهيره حدثت في عهدك وقت ما كنت مشرف على القناه الاقتصاديه انتشر خطاب انه انت منعت الكاتب والمحلل المالي عبد الحميد العمري من الظهور على قناة الاقتصادية وأيضا القنوات الثانية وكان هذا الخطاب موجه لشخص مسؤول في وزارة الإعلام. مظبوط. إيش ملابسات أنا أقول لك وليش هذا الخطاب أنا أقول لك هو الحقيقة الموضوع صار فيه التباس كبير وأخذ على غير يعني القصد الأساسي اللي كان فيه. طبعا الأخ عبد الحميد وأنا أعتبره من يعني في سن أبنائي من القدرات الممتازة جدا واللي كان يعني بالعكس من اللي تفتخر بهم القناة ويفتخر فيهم في أي في مكان ولا في أي موقع هو موجود فيه بيشرف فيه لكن يبدو أن الموضوع في وقتها وصل فيها لانفعال معين وظهرت فيه ألفاظ يعني انفعالية يعني أنا في وقتها أحسست أنها هي كانت غير ملائمة أنها تظهر أو أنها مثلا تطلع في التلفزيون شايف وهذا الحقيقه اللي كانت او في نفس الوقت غير انه يعني مو فقط فيه لوحده يعني انا برضه صارت علي يعني نفس الشيء صار هناك مردود علي فيها بشكل شاذ كم هو ولا حتى بالنسبه لل يعني في المواقع وما كان يعني المقصود فيه انه هو كشخصه كقدراته امكانياته لانه هذه ما في حق مين انت تقصد انه تقول الالفاظ كانت الالفاظ كان وقتها على اساس الموضوع اللي كان فيه يعني كان وقتها اظن عشان موضوع وزير التجاره ومش عارف ايش يعني على اساس انه يعني كانت موضوع فيها انه في اشياء حقت فساد ولا نحن هنا ما نستطيع نحكم فيها نحن عندنا قضيه بنطرحها ولكن هناك جهة مسؤولية هي جهة الحساب ما قالوا أنه أنت أوقفته علشان في علاقة بينك وبين الوزير شوف أنا أقول لك حاجة هذا للتاريخ ولهذا والله العظيم لم أقابل يعني معالي وزير الإعلام والتجارة في حياتي ولا حتى شفته إلا طبعا من خلال يعني التلفزيون أو المشاهدات لكن أنه بشكل شخصي أنا ما أعرفه هذا يعني. الكلام يعني طلع وسمعته أنت انا طيب ما بقول لك هو هذه الحاجات انه هو باعتبار انه هو قريبه او انه هو يعني في صله معاه ولا انه اخذت الوضع المدافع عنه وانا يعني انا ان شاء الله صادق فيها بكلامي وحيجي وقت حيسال حتى نفس معاه يقول لي حتعرف انا اقول لك لا والله ما انا عارف من خلال الاعلام او انه كرجل اعلامي اما غير كده يعني ما فيها كان هو بس الغرض انه كانت عمليه الانفعال شديدا والالفاظ ما كانت ملائمه بس هذا هو كان حد الموضوع كله على بعض وتطور وزي ما قلت لك يعني هو يعني حتى لو كان فيها الخطاب بس انا ما جاءني اكثر من حكايه الخطاب اللي هو طلع وعلى كل حال جاءك من اين يعني؟ يعني من 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 المواقع وانه هاجموا هجوم الحقيقه يعني يعني شرس وغير مبرر لكن هو هذا الإعلام بس ما تعتقد أنك صادرت رأيه يعني ما كان في طريقة أخرى ثانية أنك تدفعها يعني توصل له
فكرتك بطريقة أخرى غير المنع؟ أنا أقول لك حاجة، نحن هي كانت يعني نحن عادة حتى بيصير في بعض الأحيان تعرف حكاية المنع عن يعني المؤقت، يعني بعد كده كثير بيجوا من الضيوف، يعني ما حصل مع أي أحد، يعني مثلا موضوع يعني وظنوا كأنه الأمور شخصية، أصلا ما في مبرر أن تكون فيها أي حاجة شخصية، ما في أمور شخصية، ما في يعني أنا يعني بالعكس أنا يمكن كنت يعني من الناس اللي أنا أقدر قدرات هذا الشاب في سنه ده، لكن انه بشكل شخصي لانتقام او دفاع عن اي احد معين ثاني، يعلم الله انه هذا الموضوع ما له اي اساس فيه يعني من الصحه باي شكل من الاشكال. طيب وش تحب تختم معنا في البرنامج؟ وش تحب تقول؟ الحقيقه يعني الشيء اللي بدي اقوله طبعا يعني اشكركم على الموقف، اقصد على الدعوه، والحقيقه وينك يعني أعطت فيها كثير من التفاؤل لكثير من الإخوة والأخوات اللي يعني استضفتهم، وأنتم لا شك يعني مشكورين على 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 هذا الوضع. وأنا أقول إنه يعني أهم شيء إذا كنت أخطأ فيه نحن دا وطننا ودي مسؤوليتنا كلنا، وكل إنسان بيأدي فيها واجبه إذا كان على رأس عمله ولا غير أو حتى لو ابتعد عن الضوء، وأرجو الله من الله سبحانه وتعالى أنه يعني يوفقكم وكمل المشوار اللي يعني إحنا انتهينا. شكرا لك سيد. شكرا لك. ومن بسمة رضا لنا الأمان، ومن بسمة رضا لنا الأمان، وهمسة حب تروي ما روينا، همسة حب تروي ما روينا، وهمسة حب تروي ما روينا، همسة حب تروي ما روينا، وما يهزك ريح يا مركب هوانا، ما يهزك ريح، ما يهزك ريح يا مركب هوانا، ما يهزك ريح، ما يهزك ريح يا مركب هوانا، طول ما نحنا على بحر مشينا، طول ما نحنا على بحر مشينا.